من بعد واحد الفترة اللي مشينا فيها بزاف ديال المقابلات على المستوى الإفريقي ولا الوطني، كان قطعنا واحد بزاف ديال لي تراجي. اليوم كنا مطالبين باش نحققوا نتيجة ديال الفوز، يمكن بالرجوع من بعد نهضروا شوية في لي ديتاي ديال الماتش. مي كنظن اليوم اللعابة داروا ان غون ماتش، لأنه أنا اللي عارف ليطا ديال اللعابة، لي ساكريفيس اللي تيديروا، الصعوبات اللي لقينا. مي ابخي كنا كوستو، على شاك فوا كنطيحوا دي ديفيكولتي كنرجعوا في الماتش. سيت اون تري بون شوز بالنسبه لنا، وعارفين اوسي انه ما غاديش تكون شامبيونه سهله، مي لي سيغ كيما بغات تكون صعيبه. ونا لو كوراج، ونا لي زاتو، ونا لا كاليتي باش غادي نتقاتلوا عليها جوسكا لا فان. فو كون سمي داكور. بالنسبه للماتش كنظن يمكن كلشي شاف انه سيتي با الرجاء اللي كنت كنتسنى، لانه الرجاء يمكن لا بوسيسيون دي بال كانت دي ماتش درت 63 اي بلوس. كنت فاجئت اليوم كنشوف الرجاء تيلعبوا لي كونتر اتاك، يمكن جات اوكازيون وحده ولا جوج من دي كونتر، اي بي كنا دوميني الماتش مالغري ان غون ماتش كونتر ان غون ادفيرسير. دونك فيليسيت اللعابه، سي فري كنا بغينا نديرو اكثر من هاك، كنعتذر للجمهور. وكنظن الا كان شي واحد يتلام علاش ما خديناش لي 3 بوان اليوم يمكن هو انا، مالغري طول داكشي اللي داز في الماتش، مالغري المحاولات اللي درنا. ابخي لعبه برافو عليهم اديس، وكيمشيو معاك في داكشي اللي كتقول لهم، كيديروا لي ساكريفيس، فريمون برافو عليهم. خصنا نشوفوا لقدامه، كاينين بزاف ديال الحوايج بوزيتيف، ان شاء الله غادي يكون الخير، سيغمون غيكون الخير، وان شاء الله احسن حاجه هي كنا كنستحقوا الفوز بهاد لي كونديسيون كاملين. شوف انا ولفت هنا ما تنعطيوش لي زيكسكوز، مي كنظن الجمهور واعي وعارف لي كونديسيون اللي لعبنا فيهم. راه ما تنساش راه لعبنا تقريبا في 24 يوم ولا 25 6 ولا 7 المقابلات بلي تراجي اللي تنديرو، اتونسيون بلي تراجي اللي تنديرو، راه كاينين دي فوا درنا ان بو واحد الكالكول بسيط، راه لقينا اكثر من 7 ديال 7 ايام اللي ما نعسناش نعاس نورمال. اللعابه ما نعسوش نعاس نورمال، ودير الكالكول تقدر نحبس لك الماكله وما نحبسش عليك النعاس، ولكن هادو ماشي دي زيكسكيوز. راه كل ماتش رغم الصعوبات لعبنا في حراره مرتفعه، لعبنا في دي تيران لي سانتيتيك خيبي لعبنا، ولكن ما درناش دي زيكسكيوز، لانه هادشي اللي انا كنعرف با ديكسكيوز. نتقاتلوا على لي شونس ديالنا اليوم. الا غادي نقول لك شي حاجه على النجاعه، النجاعه راه سي مون طرافاي، لكن كي غادي ندير تنخدم انا شي حويجات، لان كل 3 ايام عندي فيهم يومين ديال الديبلاسمون ديال ريكوبيراسيون، راه سي ما فوت، سي با لا فوت دي جوار، باش نكونوا واضحين. لي جوار راه تيديروا جهدهم وكثر، مي هاد لا بيريود اللي حنا فيها سي فريمون ديفيسيل. ولو ما كانش عندنا ان ايفيكتيف واحد المستوى اللي مزيان، ولو ما كانش عندنا واحد ليطا ديسبري دو جروب، راه كنا غنعانيو بزاف اكثر من هكا. بالرجوع انا نقول لك سي فري بينا واحد لا فورس دو كاركتير، ميم كانوا الصعوبات بزاف، كنظن غنكونوا احسن بكثير في الدورات القادمين ان شاء الله، لانه مالغري تو ما ندخلش في لي ديتا ديال الاربيتراج اليوم ولا ديال ليطا ديال اللعابه ديالنا. كنظن كنا حنا اللي هازين الريتم في الماتش، اديس ا 11 كنا هازين الريتم، حنا اللي كنا كندومينيو لي ميور زاكسيون اللي كانوا في الماتش، مالغري لعب مع ادفيسير اللي ثقيل بزاف. دونك ما يمكن لي نقول الا هضرتي على النجاح، كونك سي مون ترافاي. كنتمنوا اننا تحلينا الفرصه فواحد الروبو اننا نعطيو حقهم، راه قلت اكثر من شهر هذا ولا يلاه كتجي تتريكوبيري نهار لافيت الماتش لغدي وكتمشي تلعب. دي فوا راه كندوزو يومين وحنا غير في الطرقان، نهار مشينا لعبنا في تطوان راه عرفتي التراجي شحال فيه، يومين حنا غاديين. دونك سي با دي زيكسكوز، ولكن كنقول فقط خاص جمهورنا يثق فينا. شكرا ليهم، حضروا اليوم عاونونا، هزوا اللعابه. نتمنى يا ربي يبقى الجمهور ديما يجي يعمر التيران بحال هكا، يكون بهاد الحراره بحال هكا، وسيرمون غادي نتقاتلوا معاهم، غادي نتقاتلوا باش نوصلوهم لداكشي اللي بغينا، لانه فريمون عندنا ان جروب، فريمون كاينه خدمه، فريمون كاينه ثقه، وغادي نرجعوها لهم ان شاء الله، غير يزيدوا يثقوا فينا. السؤال الثاني، ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.